تفضل بإلقاءها للدكتور اللقاء إدريس سعيد من كلية هندسة النفط والتعدين في جامعة الموصل. تفضل دكتور عين. أشكرك دكتور علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نبدأ محاضرتنا مثل ما تفضل دكتور علاء، لكن في البدء أود أن أشكر القائمين على إعداد هذا البرنامج وفي الرابطة العربية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي فرع العراق، وأخص بالذكر الدكتور رافع والدكتور علاء لإتاحتهم الفرصة لنا لعرض هذه المحاضرة. طبعا محاضرتي هي Sol Gel Processes for Creating Nanomaterials. في البدء سوف نتناول أو نتطرق للموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في هذه المحاضرة، منها Sol Gel Method Processing، بعض الفاكتورز اللي تأثر لنا على هذه العملية أثناء تحضير هذه المواد، وأيضا نوضح عملية التمبليتينج to induce the porosity during the Sol Gel synthesis، وبعدين نتطرق إلى بعض الابليكيشن some of the application of nanomaterials prepared by this process، and then we can conclude some of the advantages of using this method. طبعا وفقا لمنظمة الأيوباك هناك تصنيف للمواد المسامية. هذه المواد المسامية تقع ضمن ثلاث أصناف. الصنف الأول يدعى بالمايكروبورس اللي يكون الدايميشن مالته أقل من 2 نانومتر، أما الصنف الثاني فهو الميزوبورس اللي الدايميشن ماله يقع ضمن حدود 2 إلى 50 نانومتر، والصنف الثالث هو الماكروبورس اللي يكون أكبر من 50 نانومتر. الفريمورك لهذه البورس ماتيريالز قد يكون purely organic materials مثل عندنا البوليمرك بورس ماتيريالز، أو قد يكون purely inorganic materials مثل عندنا السيليكا، أو قد يكون المزيج الهايبرد ما بين الأورجانيك and inorganic مثل عندنا الميتال أورجانيك فريم ماتيريالز. طبعا هذه المواد المسامية مهمة جدا لنظرا لامتلاكها خصائص مهمة، من هذه الخصائص هي الهاي سيرفيس اريا، المساحة السطحية العالية، بالإضافة إلى أنه لها قدرة تفاعلية عالية على السطح، وأيضا أنه نستطيع أن نتحكم بحجم وشكل المسام. لهذا السبب ولهذه الميزات الباحثين أو البحث العلمي يعني امتلكت هذه المواد مساحة خاصة في البحث العلمي، وجذبت العديد من الباحثين للغرض تحضيرها. طرق التحضير بأشكال مختلفة، وطبعا لغرض الحصول على أشكال يعني نانو ستركتشر مختلفة بمسام مختلفة. طبعا لا يخفى على حضراتكم أنه المواد النانوية تحضر بنهجين. طبعا اتطرقوا لهذه المعلومات زملائي سابقا، لكن لا ضير أنه نعمل تذكير بسيط. هناك تحضير المواد النانوية تحضر بنهجين، النهج التنازلي top down approach. النهج التنازلي هو تحويل بشكل مبسط جدا، سوف نتطرق لها، هو تحويل البلكي ماتيريالز الى النانو سكيل ماتيريالز، وهذه العملية تتم بطرق مختلفة، لكن اهم الطرق المستخدمة هي البول ميلينج ميثودز. لكن هناك عيوب في هذه الطريقة. أهم هذه العيوب، هناك عيوب تحدث على سطح المواد النانوية أثناء المعالجة، بالإضافة إلى أنه يحدث لنا تلوث أثناء التحضير. لهذا هناك نهج ثاني هو النهج التصاعدي. النهج التصاعدي اللي هو البوتوم أب أبروتش، هذا النهج التصاعدي أيضا يتم بطرق مختلفة. المبدأ الأساسي لهذه الطريقة هو تجميع الذرات أو الجزيئات وتجميعها بطرق معينة لغرض الوصول إلى حجم النانو سكيل. هناك طرق متنوعة، من ضمنها عندنا الكيميكال فابور ديبوزيشن، عندنا الكيميكال ريدكشن، الجرين سينثيسيس، وأيضا من ضمن النهج هذا أو الطرق المستخدمة في هذا النهج هو Sol Gel Process اللي هو موضوع محاضرتنا لهذا اليوم.
السول جيل ميثود ممكن أن نلخصها هي عبارة عن إعادة، يعني بشكل جدا مبسط، إعادة تشتيت للجسيمات لغرض الحصول على محلول غروي، ومن ثم هذا المحلول الغربي يتاح له تكثيف وإعادة التكثيف المتعاقب للحصول على شبكة ثلاثية الأبعاد من الأكاسيد، ومن ثم هذه الشبكة الثلاثية الأبعاد تعرض لمعالجات حرارية اعتماداً على البوروسيتي تكستشر المرغوب بالفاينل برودكت. فهي عبارة عن سلسلة متعاقبة من العمليات لغرض تحويل السائل اللي احنا اعدنا ترتيبه الى سوليد جيل بوروسيتي تكستشر، ديزايرد بوروسيتي تكستشر، حسب الابلكيشن اللي احنا نريد نطبقها عليه. هذا السوليد جيل بروسيس بستيبس، هو مقسم الى 4 ستيبس. هذه الستيبس هي الهيدروليسيس، الكوندنسيشن، الايجينج والدراينج. كل خطوة من هذه الخطوات هناك عوامل تحددها. الخطوة المهمة بعملية السول جيل هي الهيدروليسيس. بدون الهيدروليسيس لا يمكن التحكم بالحصول على المحلول الغروي، ومن ثم الحصول على المحلول الجيل. فالمادة الأولية أو البركيسر الرئيسي المستخدم في السول جيل بروسيس هي الكوكسايد. الكوكسايد هذه هي عبارة عن كحول، لكن تم استبدال الهيدروجين المرتبطة بالهيدروكسيل بأميتا. هذه تتحلل مائياً حتى نحصل على السايلونال جروب، والسايلونال جروب بعد باستمرار التحلل سوف نحصل على السايلوكسان. بعملية التحلل هذه سوف يحدث بعدها عملية التكثيف، لكن العفو دكتور علاء، بس الصوت واضح يمك؟ الدكتورة صوت واضح جدا، تفضلي براحتكم. دكتورة عيني. نعم دكتور، واضح الصوت؟ واضح تمام. جدا واضح، تفضل. أما البارامترز اللي تحدد لي أو تأثر لي على الكوندنسيشن بروسيسز هي الآتية أو التالية، العفو، عندنا types of precursor، نوعية المادة الأولية المستخدمة في التحضير، الratio between الالكوكسايد and water، عندنا نوعية الحفاز المستخدم لغرض تنشيط عملية الهيدروليسيس والكندنسيشن، عندنا طبيعة المذيب المستخدم، ومن ثم طبيعة المعالجات الحرارية اللاحقة. طبعاً من أكثر البركيسرات المستخدمة في عملية السول جيل عندنا الكوكسايد، والجدول الموضح أمامكم يوضح لنا أهم أو أكثر البركيسرات المستخدمة في عملية السول جيل. هذه البركيسرات أهمها طبعاً عندنا تترا إيثوكسي سالين والتترا ميثوكسي سالين. العامل المحدد هنا هو طبيعة البركيرسر، لأنه اللي يحدد إنه هو الرياكتيفيتي مال البركيرسر والستابيليتي during the hydrolysis and condensation. فعندنا مثلاً إحنا الأفضل بركيرسر ممكن أن نستخدمه هو more active more reactive and more stable، عندنا التترا ميثوكسي سالين، ومن ثم يتبعه التترا إيثوكسي سالين، ومن ثم التترا بروبوكسايد سالين، لأنه من الضروري جدا حسن اختيار البركيرسر لغرض الحصول على المنتج النهائي بالنسيج المسامي المرغوب، وإلا سوف يحدث عندنا يعني إذا في حال استخدمت تو بركيرسر لواحد السيليكون واحد الألمنيوم، واحد منهم كان بلكي، راح يحدث عندنا الاستيريك إفكت، والاستيريك إفكت هذا معناه أنه ما راح يحدث عندنا تحلل كامل، أو ما راح يحدث عندنا هيدروليسيس، وما يحدث هيدروليسيس أو يحدث جزئيا، وبالتالي الكوندنسيشن غير مضبوطة، التحكم بالمسام ما راح يكون مضبوط أثناء عملية الكوندنسيشن.
أيضا عندنا طبيعة الكتاليست المستخدم أثناء التحضير، هذا من الضروري أنه نعير له أهمية، لأنه إحنا نعتمد على الإلكترون ديسيتي الموجود على السيليكون، ففي حالة مثلا استخدمنا حفاز حامضي راح يكون اتجاه الحفاز الحامضي متطلب للإلكترون ديسيتي، وإحنا عندنا نلاحظ أنه الإلكترون ديسيتي بمجموعة السيلونايل هي أكبر من مجموعة السيلوكسان، ففي حالة استخدمنا حفاز حامضي راح يتجه التفاعل باتجاه تكوين الستريت تشين أكبر، يعني راح يكون متجه باتجاه الهيدروليسيس أكثر من الكندنسيشن، هذا يعني ينتج لنا بالأخير سلسلة مستقيمة، بينما إذا استخدمنا بيس كاتاليست راح يكون عندنا الديماند فور الإلكترون يعني راح يكون أقل، وبالتالي راح يكون عندنا فرصة إنه يصير عندنا هيدروليسيس وكندنسيشن بنفس الوقت، هذا بالتالي ينتج عنه المور برانش نتورك، راح يكون التكستر الناتج التكستر البوروسيتي تكستر مور برانش. الصورة اللي أمامكم توضح الطبيعة الناتجة للمواد أو طبيعة المسامية الناتجة للمواد باختلاف استخدام المحفزات أثناء عملية الهيدروليسيس. فمثلاً في الأي راح نلاحظ أنه عندنا more straight chain لأنه قلنا أنه هو متطلب للإلكترونات وبالتالي راح ينتج لنا مادة مسامية dense more dense than البيس كاتاليست اللي هو بالفرع بي لأنه هناك فرصة انتاحت للمواد الأولية حتى تكون مركبات متفرعة أو شبكة ثلاثية الأبعاد متفرعة نظراً لوجود الحفاز المناسب لهذا الغرض، وبالتالي البوروسيتي كان منها less dense than الأسيد كاتاليست بروسس. طبعاً هذه بعض من العوامل، لأن التطرق التام للعوامل راح يأخذ وقت طويل جداً وما راح نقدر نوفيها في محاضرة واحدة، لكن السولجر بروسس هي من أهم العمليات اللي نستطيع أن ننتج بها مواد نانوية بمسامية عالية متحكم بها، وأيضاً هي في نفس الوقت رخيصة نظراً لاستخدامها درجات حرارية واطئة، وأيضاً ممكن أن نصنع بها العديد من المواد الأكاسيد المواد اللا عضوية أكاسيد السيليكا، أكاسيد الألمنيا، أكاسيد التيتانيوم، لكن يبقى عندنا مشكلة في السيطرة التامة على نوعية وحجم المسام ليس فقط أثناء الهيدروليسيس والكندنسيشن ستيبس، لكن أثناء المراحل اللاحقة في عملية الدراينج يحدث عندنا أيضا مشاكل، لهذا الباحثين لجأوا إلى عملية الاندكشن أوف بيروسيتي يوزينج التمبليتينج عملية القولبة. عملية القولبة في المقام الأول كان الغاية منها هو زيادة السيطرة على الحجم المسام الحجم ونوعية المسام في الـ desired product. فمثلا هذه العملية تتم ليس بنهج واحد، أيضا تتم على تكون على أنواع مختلفة ثلاثة أنواع، قد تتم بالsoft templating أو hard templating أو dual templating المزج ما بينهما. السوفت تمبليتينج المعنى السوفت تمبليتينج أو يسمى الإندو تمبليتينج إنه عندك أنت المتفاعلات والتمبليت المستخدمة راح تكون هوموجينيس، راح تبدأ بالرياكتنت أو بالحالة السائلة وتمزج معاهم التمبليت مالتك. أثناء عملية الهيدروليسيس والكندنسيشن راح يحدث عندك تكون أو تجمع لهذه السوفت تمبليت واتخاذ القالب حسب ما أنت مزجته بالنسب اللي أنت مزجتها، فراح تتخذ شكل القالب وراح تأخذ حيز ضمن الشبكة 3D Network، وبعد المعالجات الحرارية اللاحقة سوف تترك بدلاً من هذا الحيز فراغ، وهذا الفراغ هو المسامات اللي أنت خليتها بالقالب مالتك.
أما في الإكسترو تمبليتينج، الإكسترو تمبليتينج اللي هو الهارد تمبليتينج، العكس من ذلك، إحنا راح نستخدم مادة هارد يعني سوليد materials with يعني identified morphology with specified particle size، حتى هي مادة صلبة بيها شكل معين، إحنا نريد هذا الشكل يطلع أو القالب يطلع بالمادة النهائية مالتنا. الفرق أنه المادة الأولية هنا راح يصير عندنا heterogeneous reactant، لأنه المادة اللي راح تستخدمها أنت كقالب تكون صلبة، بينما reactant راح تكون بالحالة السائلة فتتشرب إلى داخل هذا القالب وتحدث عملية الكندنسيشن in situ condensation داخل هذه المسامات وحوالينها، وبالتالي تأخذ لنا شكل القالب هذا، وبعد المعالجات الحرارية سوف تترك لنا المسام اللي احنا وضعناها بالقالب. طبعا هذه الأمثلة هي للسوفت تمبليت، بعض المواد او هي الأمثلة للسوفت تمبليت ماتيريالز اللي معظمها تكون من السيرفاكتنت. هذه السيرفاكتنت هي عبارة عن مادة تحتوينا على الرأس قطبي والهيد بولر ماتيريالز وتيل نون بولر ماتيريالز، أو نسميها الهيدروفيليك هيد والهيدروفوبيك تيل. هذه المواد نلاحظ أنه حسب إحنا اختيارنا للمادة هذه تأخذ أشكال مختلفة، منها ما يكون مفرد أو قد تكون ميلر بشكل طبقي، أو قد تكون بشكل سلندر الأسطواني، أو قد تكون بشكل سيركل. أيضاً نلاحظ أنه الشكل هذه المايسيلز راح يكون مختلف باختلاف الوسط، فمثلاً نلاحظ هنا أنه البولر هيد راح يكون للخارج اعتمادا على الوسط، قد يكون مائي فهي تكون للخارج، بينما في هذا المثال اللي هو الريفيرس راح يكون الهيدروفوبيك للخارج اعتمادا على الوسط اللي هي بي. هذا بالتالي راح ينعكس على شكل المسام الناتجة. هذا المثال لمادة السيليكا المحضرة باستخدام السوفت تمبليتينج باستخدام نفس الريشيو باختلاف المادة المستخدمة كتمبليت، فأعطانا أي مسام كبيرة وبمسام مختلفة عن أي اعتمادا على التمبليت اللي إحنا استخدمناه بالتحضير. الهارد تمبليتينج المثال اللي موضح أمامكم، استخدمنا مثلاً اللاتكس اللي هي عبارة عن سفيريكال سفير لغرض تحضير مادة بالسولجل لغرض التحكم بالمادة النهائية وإنتاج مادة بنفس الدايمنشن وبنفس الستركتشر لللاتكس سفير هي. So, المادة الأولية اللي إحنا استخدمناها أو البركيرسر اللي استخدمناه راح يتشرب إلى داخل هذه المسام وبين المسام، وراح يتجمع في الموقع ما بين المسام وداخل المسام، ومن ثم بعمليات المعالجة الأيجين والدراينج سوف يتم التخلص من هذا القالب اللي إحنا وضعناه، و الحصول بمثل الصور سي الاس اي ام توضح الحصول على المسام بنفس القالب اللي احنا وضعناه، وهذا بالتالي ينعكس على التطبيق اللي احنا راح نستخدمه. طبعا التطبيقات للمواد المحضره بالسولجل عديده، لكن هنا بصراحة أنا راح أركز على التطبيقات اللي إحنا استخدمناها وركزنا عليها بدراستنا، أقصد يعني في مجموعتي البحثية كان في مجال الكاتاليتيك إندستريال أبليكيشن، لكن الصورة الموضحة أمامكم تدلل على أنه لا تنحصر استخدامها في هذا المجال، هناك العديد من التطبيقات، بل أنه الشكل يوضح لنا أنه من الممكن أثناء السول فورميشن أنه آخذ النانو البارتيكلز اللي تحضرت وممكن أنه أعمل بها كوتينج، ما بالضرورة أنه أنتظر إلا أن أعمل 3 دايمنشن وصولا إلى الجل
فورميشن واستخدمها. من الممكن هنا ان استخدم هذا المحلول واعمل بي كوتينج بطرق متنوعه. ايضا من الممكن ان احوله الى جل، والجل هذا بعمليه الايجينج والكوندنسيشن والايجينج، ومن ثم لاحقا بمعالجات حراريه احوله الى السوليد باودر with like identified porosity texture. أيضا ممكن أثناء الدراينج تريتمنت أو الهيت تريتمنت ممكن أن أتلاعب بالتكستر بيروسيتي تكستر وأحصل على مواد صلبة بطبيعة أو نسيج مسامي مختلف اعتمادا على المعالجة المطبقة. الصورة اللي أمامكم توضح أن استخدام الكربون ماتيريالز اللي هو بنانو بيروسيتي عالية وبمساحة سطحية كلش عالية نظرا لاحتوائه على نانو بوروس ماتيريال نانو بوروسيتي عالية، وهذا تم تطبيقه على في ضمن استخدام الهيدروجين غاز ستورج لغرض خزن الغازات ومن ضمنها غاز الهيدروجين. طبعا من هذا المنطلق يعني انا حضرت بالسول جل العديد من المواد، كان من ضمنها النانو سيليكا الالومينا سيليكا الومينا نانو تيوبس باستخدام بركيرسر متعدده وبعد اجراء اوبتمايزيشن متعدده والقياسات متعدده اثناء يعني هنا صارت صدفه اثناء تشخيص هذه المواد اللي حضرت باستخدام بركيرسرات مختلفة. لاحظنا أنه أحد هذه المواد يعني أثناء تشخيصها يظهر عندنا PTCO2، مع العلم يعني في البداية بصراحة كان عندنا توجس أنه ممكن أنه هذا نتيجة الزفير أو القرب من الجهاز، فارتئينا أنه نعيد التجربة نعمل ديغاسينج. أيضا طلع عندنا البيك نفس المادة مرة أخرى، لجأنا إلى أنه نجري القياس أندر إنرت أتموسفير، فنفس الحالة ظهر عندنا البيك بنفس الموقع لنفس المادة اللي هي سي. فمن هنا استشفينا أنه هذه المادة بها أبعاد نانوية مناسبة لاحتجاز السي أو 2 اللي هو توكسيك غاز. ايضا من ضمن التحضيرات اللي حضرنا بها استخدمنا بها السول جل بريبريشن هو تحضير الزيولايت with hierarchical structure porosity. الزيولايت طبعا ماده معروفه في اوساط الحفازات الكاتاليتيك اندستريال ابلكيشن، هي بها المايكرو بوروس اكتيفيتي. طبعا هذه المادة لها فعالية عالية في التحفيز التفاعلات نظرا أيضا لاحتوائها على الانترنسيك أسيديتي ضمن الفريم ورك مالتها. يعني هنا بس أحب أن أنوه يعني دائما بيذكر دكتور رافع ودكتور علاء والأساتذة كلهم دكتور علي جاسم أستاذنا الفاضل إنه إحنا لازم نربط الجانب العلمي بالجانب التطبيقي. هنا يعني أحب أن أنوه إحنا كل أسبوع إذا ما كان حتى مرات يعني بالأسبوع مرتين يلتقون بينا أو يحضرون اجتماع أصحاب الشركات اللي عندهم مشاكل، خصوصا كان في قسمنا كلش فعال هذا الجانب، فكان هذولي أصحاب الشركات يطرحون مشاكل موجودة فعليا في شركات مقابل أنه تنحل من قبل طلاب الدراسات العليا. أحد هذه المشاكل كان إحنا في مجال التحفيز أنه نصنع حفازات تكون specific، يعني في مجال التحفيز هناك خاصيتين مهمتين هما الأكتيفيتي، لكن اتضح إحنا كنا كمجموعة بحثية متجهين باتجاه الأكتيفيتي أنه الحفاز يكون أكتف، لكن من التقينا بالشركات تعلمنا درس أنه أوكي ما مشكلة أنه يكون أكتف 900 يعني 100%، أنا ما مهم عندي الأكتيفيتي، أنا مهم عندي السيلكتيفيتي. السيلكتيفيتي هو أنه تنتج لي مادة مرغوبة بنسبة 100% حتى وإن كان الحفاز أكتف بنسبة 10%.
هذا هو المهم، لأنه لا ضيع وقتي، يقول لك لا ضيع وقتي تنتج لي حفاز أكتف، بس لكن أكتف ويحول لي المادة الأولية إلى مواد متعددة أني راح أحير بالسيباريشن مالها. المهم تنتج لي مادة نهائية بسلكتيفيتي عالية. فهذه الهيراركيكال زيولايت هي عبارة حضرناها بالسوفت العفو الهارد تمبليتينج. الهارد تمبليتينج لغرض الحصول على البايو موديل بوروسيتي أو التراي موديل بوروسيتي، وبالأخير تسمى هي الهيراركيكال بوروسيتي زيولايت. اللي حصلنا أنه كان الهيراركيكال زيولايت في الشكل السي اتش بي سي مقارنة بالبيرنت اللي هو ما محور كان more active and more selective towards the desired product. أيضا من المواد اللي تم تحضيرها في السول جيل بروسس هي النانو كاتاليست، العفو نانو تيوبس. النانو تيوبس بأشكال مختلفة وبسيرفس موديفيكيشن متنوعة. هذا النانو تيوبس تم استخدامه للجرين مانيفاكتشرينج. طبعا الجرين مانيفاكتشرينج هو مصطلح يعني تم اطلاقه مؤخرا على تحضير المواد الكيميكالز من البايو سورس. فكان اتجاه الشركات انه طالما انا علي ضرائب، انا ادفع ضرائب لانه انا جاي استخدم بتروكيميكالز في صناعاتي المتنوعه، بدءا من الفود اندستري للفارماسيتيكال والى اخره، فانا لازم علي ضرائب ادفعها مقابل استخدامي البتروكيميكالز. فكان هناك توجه في كل الاجتماعات لانتاج او لتحوير وحده المايكروبايو ريفاينري اللي هي انتاج الكيميكالز من البايو سورسز. فكان احد المشاكل المطروحه كيف نستطيع ان ننتج مثلا اكثر مادتين كانوا هم يستخدموها بالفود اندستري والفارماسيتيكال اندستري هي الجلوكونيك اسيد والجلوكاريك اسيد. كانوا كثير يستخدمون هذه الماده وعليها الطلب. وكان عندهم نفس الوقت عندهم السيلولوز كباي برودكت، فكان عندهم السورس الاوليه كباي سورس لتحويلها الى هذه الكيميكالز الديزايرد كيميكالز اللي ذكرتها. فحضرنا عندما حضرنا هذه النانو تيوبس سيليكا نانو سيليكا الومينا نانو تيوبس بطريقه السول جل، تم تطبيقها كاحد الحفازات كخطوه اوليه للهيدروليسيس اوف سيلولوز للحصول على الوحده الاوليه اللي هي الجلوكوز. الجلوكوز ليس المنتج النهائي المرغوب، لكن كخطوة أولية كان المفروض أن ندرس عملية الهيدروليسيس وبعد تطبيق الحفازات المختلفة اللي حضرناها بطريقة السول جل استطعنا أن نصل إلى نتيجة أنه السيليكا ألومينا كانت هي الأكثر النانو تيوبس أكثر نشاطاً تحفيزياً من بقية الهيراركيكال زيولايت اللي حضرناها في تقريبا اضعاف الاكتيفيتي والسلكتيفيتي اللي حصلنا عليها من الهيراركيكال زيولايت. طبعا ما توقفنا عند هذا الحد لانه احنا غايتنا هو انتاج الجلوكونيك والجلوكاريك لحل مشكله الشركه. فكان عندنا ضروري الحصول على الباي فانكشنال كاتاليست. فبعد اجراء عمليه الدوبينج للنانو سيليكا الومينا نانو تيوبس حصلنا على المنتج ايضا بكفاءه عاليه وسلكتيفيتي عالية بتقريبا وقت أقل من دقيقة لحصول التفاعل هذا. بعد ذلك قمنا بإجراء مقارنة ما بين استخدام الهيراركيكال زيولايت كسبورت واستخدام السيليكا ألومينا نانو تيوب كسبورت. فلاحظنا أن هناك أيضا فرق كبير في استخدامهما من ناحية الأكتيفيتي والسلكتيفيتي، حيث كان السيليكا ألومينا نانو تيوبس مور سلكتيف تو جلوكونيك، بينما كان هناك سلكتيفيتي متفاوتة لاستخدام الهيراركيكال زيولايت. بحب أن أنوه أنه حجم المسام يلعب دور، أيضا شكل المسام يلعب دور كبير في عملية السلكتيفيتي اللي هي مثل ما نوهت عملية جدا ضرورية في عملية التحفيز للحصول على المواد المرغوبة
في كنواتج في التفاعلات من قبل الشركات أو حتى إحنا من قبلنا، هذا الشيء يؤثر كثيرا. أيضا عندنا نحب أن أنوه، بعد عملية الدوبينج كان لتأثير البارتيكل ميتاليك بارتيكل سايز وشكلها دور كبير أيضا في السلكتيفيتي اللي ذكرناها. في الختام طبعا يعني في بعد هذه المحاضرة البسيطة عن السول جيل بروسيس، نحب أن نختم أنه هذه العملية هي عملية جدا سهلة لتحضير المواد النانوية اللا عضوية بالبروسة تيكستشر اللي أنت ترغبها للتطبيق اللي أنت يناسبك، وأيضا هي رخيصة قياسا للعمليات المكلفة وبيها بيوريتي عالية اعتمادا على البركيرسر المستخدم. أنت ممكن أن تحضر كومبونز متنوعة اعتمادا على البركيرسر اللي أنت تستخدمها بالتفاعل، وعندك flexibility to design compounds. الflexibility أيضا ما بالديزاين كومبونز، أيضا الflexibility to modified surface either internally or externally. يعني ممكن أنه أنت تصنع نانو تيوبس بهايدروفيليك اوتر سايتس او العكس هايدروفوبيك اوتر سايتس. هذا في مجال التحفيز جدا 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 مهم يعني، وصعب تطبيقه على الكربون نانو تيوبس، لكن بهذه الطريقه على سيليكا الومنا نانو تيوبس استطعنا من تحضيره بنفس الوقت تحوير السيرفيس لغرض انتاج او زياده السلكتيفيتي towards the desired product. وأختم القول بأنه هذه الطريقة هي طريقة سهلة وبسيطة ورخيصة قياساً إلى الطرق الأخرى. وفي الختام أشكركم لتواجدكم معي وحسن استماعكم للمحاضرة، وأنا مستعدة لتقبل أو لاستماع أسئلتكم. شكراً جزيلاً دكتور اللقاء، بارك الله بكم، محاضرة حقيقة جداً رائعة يعني كل معنى الكلمة ومعلومات مهمة. اليوم إذا يسمحوا لي خلاني أبدأ بالأسئلة إذا دكتور علي يسمح لي. خالد دكتور علي. العفو دكتور، لا خذ راحتك يعني، خليني بالأخير. الله يخليك، لا إن شاء الله أنت الأول. خليك، لا خليك، خليك الله. العفو دكتورة، بس يعني بس تساؤل صغير يعني، من حتى تحصلون البوروسيتي يعني مو اعتقد لازم يكون اكو فرد روتيت داخل الماتيريال مستمر اثناء عمليه التحضير، لو انا مشتبه. الميكسينج قصدك الايجينج؟ نعم بالضبط، الميكسينج الاجيتيشن. اي دكتور، اكو الماجنتينج يعني ستيرنج، هذه هي عمليه الاجيتيشن. زين، بعدين حتى توصلون سنك عمليه الكوندنس، شنو التقنيه اللي تستعملوها اكثر شيء عاده؟ تختلف دكتور باختلاف المنتج النهائي. يعني هذا السؤال جدا ممتاز. يعني الكوندنسيشن، انت الاجيتيشن، الكوندنسيشن تحدث بمراحل متنوعه، يعني قد تاخذ ايام، قد تاخذ ايام اعتمادا على الحفاز اللي انت استخدمته. الوسيله اللي احولها من الجل تو دراي جل، اذا هذا افتهمت سؤالك بهاي الطريقه، شلون تحولين كوندنس لوكويد تو دراي جل؟ هل هذا هو كان السؤال تقنيا؟ هذا السؤال تمام. تمام دكتور، انا مثلا من حضرت الزيولايت، التقنيه اللي استخدمتها تختلف عن التقنيه اللي استخدمتها بتحضير السيليكا الومنا نانو تيوبس. مثلا كان عندي هناك عمليه الايفابوريشن اندر فاكيوم، وبعدين الكالسيميشن، بعدين عملية الكالسيميشن. بس لكن كل وحدة لها اوبتمايزيشن خاصة، لأنه هذا السؤال ليش مهم؟ لأن أنت اللي يحكمك، ما بس يعني حجم المسام ونوعية المسام، ما بس يحكمها الهيدروليسيس والكندنسيشن، الدراينج تريتمنت هي أيضا حكم مهم بالحفاظ على ما انشأته اثناء عمليه الهيدروليسيس والكندنسيشن. تمام. فالتريتمنت هي عباره عن دراينج اندر فاكيوم،
ومن ثم الكالسينيشن. فيما يخص موادي، أكو مواد ما ممكن أنه أتعامل معها بهذا الأسلوب، وهناك تريتمنت مختلفة. أوكي شكرا. إذا صار مجال نرجع نسأل هماتن سؤال آخر بهالاتجاه. الباب الأسئلة أساتذة مفتوح، اللي عنده سؤال يتفضل يوجه الدكتور إلقاء. مشكورين. دكتور علي غانم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور لقاء، معلومات جدا ممتازة. أنا عندي يعني كم سؤال أحاول أختصرهم. السؤال الأول، هي الفيلم اللي راح ينتج أكيد 3 دايميشن مثل ما قلتي حضرتك، الثيكنس هل هو محسوب؟ هل هو عامل يعني أيضا محدد بعمل هذا الفيلم بالتطبيقات؟ أنا أولا دكتور علي غانم أشكر تواجدك وأشكر سؤالك. أنا ما تعاملت كثير مع المادة، أنا تعاملت كسوليد فاينل، يعني من الفاينل برودكت مالي كان سوليد. أنا ذكرت هذا كحفاز مالتي كان سوليد بارتيكلز، سوليد نانو بارتيكلز وذ نانو بوروسيتي، لكن ما تعاملت معه كثيم فيلم. نعم يعني ما له ثيكنس هاي دكتورة العفو حتى هذا اللي أنت سويتي؟ أنا ما استخدمته كفيلم، فما كنت مهتمة بهذا الجانب. طيب شيء آخر دكتورة العفو، هاي المادة اللي سويتي هاي السفير، هاي هل هي بوليستيرين نانو سفير لو شنو هاي اللي سويتيها؟ هارد تمبليتينج. الهارد تمبليت استخدمت بوليستيرين ب يعني بارتيكل سايز مختلفة، يعني بوليستيرين أيضا أنا حضرته اعتمادا لأنه إحنا درسنا الحجم الأحجام المولية للمواد اللي إحنا نريد ننتجها، واعتمادا عليها أنا حضرت البوليستيرين ب بارتيكل معينة، بارتيكل سايز منها 30 نانومتر 40 نانومتر 60 نانومتر، عملنا أوبتمايزيشن. ممتاز ولاحظ العفو دكتورة، انت خليتيها وسويتي لها ايفابوريشن او هذا من سويتي لها ازاله، يعني تبقى ثابت هاي السول جيل يعني هي اول شغله نسوي لها دراينج وبعدين نعملها كالسينيشن. الكالسينيشن طبعا تختلف درجه حراره الكالسينيشن باختلاف التمبليت اللي احنا استخدمناه، فمثلا انا استخدمت ما بس البوليستيرين، ايضا استخدمت الكربون البوروس كربون، ف يعني مثلا البوليستيرين اقدر اتخلص منه بالستين او بالسبعين او بالثمانين، ف من اتحول من الكوندنس الى الدراي جل كنت استخدم الكالسينيشن، فالتريتمنت هنا تكون مختلفه اعتمادا على التمبليت اللي انا وضعته بال أثناء التحضير. يعني التخلص منه كان بالحرارة مو بمواد يعني مذيبة، مو مواد مذيبة. لا بالحرارة، لأنه تعرف ليش؟ سؤالك ممتاز، لأنه أنا كنت أحضر زيولايت، زيولايت من المواد جدا مستقرة بدرجات الحرارة العالية، لكن هناك يعني أشنو معنى هذا الكلام؟ يعني التكستر البوروستي اللي أنا خليتها بالزيولايت ما راح يتأثر برفع الحرارة، اللي راح يتأثر هو البوليستيرين، وهو هذا اللي أنا أريده. الذوب يعني الذوب دكتورة، خلينا نقول الذوب إذا ذابت ما راح ديكومبوزيشن ثيرمال ديكومبوزيشن. نعم إذا الذوب ما راح يعني تأثر على المزيج مالتك الباقي لو لا هي راح تتحلل حراريا، يعني ما تبقى بوليستيرين، تتفكك حراريا، خلينا نقول تتبخر، يعني تتبخر وتترك مجال مكانها فجوة بقدر المسام اللي بقدر الحبيبات اللي انا وضعتها. راح تبقى بس الحواف مالتي، بس الحواف مالتها القالب دكتور، القولب مالتها تبقى بداخل المحلول اللي احنا صنعنا. ممتاز. هي تطير وتروح. شكرا جزيلا دكتور، يجوز بعدين الأسئلة الأخرى. على الرحب والسعة دكتور، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور رشا خالد، تفضل عيني سؤالك. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، أنا دكتورة. الله يبارك بك دكتورة على هالمحاضرة القيمة. دكتورة عندي سؤال استفسار، كوني أنا هندسة بيئة بصراحة إحنا ما نعرف مثلا شغلات الكيميائية، أنتم مثل اختصاصكم طبعا الدقيق أفضل من عندنا بهاي المواضيع،
لفت انتباهي عتقولين إحنا نهتم بالسلكتيفيتي أكثر من الأكتيفيتي، وإحنا بشغلنا بالبيئة نهتم بالأكتيفيتي أكثر. يعني مثلاً أنا أريد عندي ملوث وأريد أزيله، أجي أهتم أهم شيء عندي أكتيفيتي ما الفعالية ما المادة النانوية اللي راح أستخدمها بزالة هذا الملوث. بس هنا أنت قلتي سلكتيفيتي أفضل، بصراحة يعني أشون أنا أفحص السلكتيفيتي مالته ما أعرف. أوكي، أنت جاوبتي عن نفسك. أنت بالتطبيق يعني الجواب كان من ضمن الحديث، أنت بالتطبيق مالتك تريدين الأكتيف كاتاليست تو ريديوس بوليوشن، صحيح؟ بالضبط. وين السلكتيفيتي بالموضوع؟ أو السلكتيفيتي هنا همين راح يلعب دور، لأن أنا مثلا أريد فريد كاتاليست سلكتيف يعني لملوث معين، أريد كاتاليست سلكتيف حتى يحتجز لي غاز السي أو 2، تمام؟ فهنا بطلع. أيضا السلكتيفيتي تلعب دور. أنا المثال اللي طرحته وخصصت قلت في مجال تحضير المواد الكيميائية يقول لك أنت لا تخسرني مادة أولية بحفاز نشط بس ما ينطيني مادة ناتجة اللي أنا أريدها. يعني إيش أسوي بحفاز نشط ينتج لي 4-5 مواد وكلها ما هي أنا اللي أريدها، صحيح؟ صحيح. فأنا هنا السلكتيفيتي الانتقائية مع طبعاً الأكتيفيتي مهمة، ما حد ينكر. أوكي الله ويدك أن تجي لي حفاز أكتف وسيلكتف 100% خو أني أكيف، تمام؟ تمام. بس لكن هو كان الحديث أنه إحنا السيلكتيفيتي لها يعني مقومات أعلى في ناحية الإنتاج على حساب الأكتيفيتي، يعني ركز لي على هذا المجال. نفس الكلام اللي قلتي أيضا السلكتيفيتي تلعب دور في احتجاز بعض الغازات. أنا أريد أحتجز السي أو قبل السي أو 2 فأروح أدور على شيء، وإذا أحتجزهم اثنين وبعد أحسن فأروح أدور على الحفاز اللي يعمل لي على احتجازهم بنسبة كفاءة عالية وبنشاط كبير لا غير. لكن إذا كان عندي حفاز نشط بنسبة 10% وانتقائي بنسبة 90% همين راح أكيف لأنه راح يخلصني من نسبة عالية من الغازة. يعني ممكن بهاي الحالة إذا أنا اختاريتون بحيث السلكتيفيتي مالته عالية أتخلص من البايو برودكتس، لأن أنا واجهتني بعض الأحيان مثلا أشيل ملوث البايو برودكت يطلع عندي هي ملوثات أخرى تصير لي مشكلة. هذا بالبايو برودكت يعني النواتج العرضية، يعني خلال التفاعل تعرفين هو هي منه أنا خليته مثلا خلينا نقول المحفز النانوي خليته ضمن العالج بينه فد ملوث معين، صار عندنا في بعض الأحيان صار عندي يطلع لي باي برودكت نواتج عرضية هي كانت أخطر من الملوث اللي عندي، لهذا قمت أضطرش أعمل أغير غير حفاز وغير حفاز إلى ما وجدت شيء يعني يفيدني. أما يمكن إذا درست الخاصية سيلكتيفيتي يمكن تكون أحسن من صحيح؟ الأحسن أنه الآن أنت عرفتي طبيعة الباي برودكت عندك اللي عندك اللي نتجت وتعرفين طبيعة الملوث اللي أنت تريدين تحتجزي. فالأفضل الوسيلة المثلى أنه ممكن أنه تعملين ميكست يعني باي فانكشنال كاتاليست. الباي فانكشنال كاتاليست اللي قلت لك أعطيت مثال اللي هو يعمل وظيفتين في آن واحد في تفاعل واحد. نعم. يعني نعم نعم. ممكن أنه أنت عرفتي الآن أنه الحفاز يستطيع أن يقتنص الغاز مثلاً الملوث العفو، وأكو حفاز ممكن أنه يحتجز للباي برودكتس أيضاً أو ما يخليها تتحرر، فممكن أعمل ميكس ما بين هذين الحفازين وأمزجهم بنسب معينة أعمل أوبتمايزيشن وحتى أتخلص من هذه يعني المشكلة. يعني هاي من وجهة نظري. تمام دكتورة، هذا وصلت. شكرا دكتورة، شكرا جزيلا. أهلا دكتورة. أهلا جزيلا دكتورة علي جاسم، تفضل عيني زينة على المرحلة الصعبة. لا 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 يخليك الله، بالعكس يحفظكم والله. بالحقيقة يعني ذكرتي حضرتك بنهاية المحاضرة على أنه المحاضرة بسيطة. أنا اسمحي لي هنا رح أختلف وياك. ليش؟ لأنه على مدى 22 سلايد بالحقيقة كل سلايد كانت فيه معلومات قيمة جدا. بالعكس يعني شهادة دكتور أعتز جدا.
أشكرك. نشكرك الشكر الجزيل على هذه المحاضرة، لكن أسلوبها كان جدا سلس، و يعني قدر الإمكان، أنا مو تخصص بالكيمياء لكن كانت مفهومة وواضحة وغنية جدا. هذا ما يمنع أنه إحنا عندي بعض الاستفسارات بالحقيقة، هي مو أسئلة. ذكرتي جنابك أنه الإندو والإكسو تمبليتين وأيضا السوفت تمبليتين. بالنسبة للسوفت تمبليتين هذه هي تعتبر الماسكلين ثينج نانو ستراكشر. سؤال جدا ممتاز طبعا. اوكي، هو يعطينا النانو ستراكشر نعم، لكن ايضا ممكن ان امزج يعني من خلال خبرتي البسيطه بالسوفت تمبليتنج، لان كان يعني تركيزي على الهارد، لكن السوفت تمبليتنج هو يعطينا النانو ستراكشر ماتيريالز مع التلاعب بالبوروسيتي تكستشر. يعني مثلا خلي نرجع يعني اذا سمحتوا لي على الشريحه اللي بيها مثلا الهكساجونال هذا المايسيلز ممكن انه راح ياخذ لي حجم النانو ستراكشر، راح ياخذ لي حجم السلندر، نفس الوقت راح ياخذ لي البوروس سايز مال سيركل مال مايسيلز السيركل هذا. فهي ممكن انه تاخذ النانو ستراكشر مع التحكم الشديد بالبوروسيتي تكستشر. لكني صدقا انا حضرت الاس بي اي 15 بهذه الطريقه، كان الفترد اليونيفورم البوروسيتي فرد يونيفورم جدا عاليه. البوروسيتي جاي اتكلم عن البوروسيتي، ما جاي اتكلم عن الستراكشر. اليونيفورم بوروسيتي بالاس بي اي 15 استخدمنا الكلورونيك اسيد كعامل سوفت تمبليت، يعني سوفت فورجين، فكان كلش اليونيفورميتي الهوموجينيتي الديستريبيوشن اوف بوروس جدا بيرفكت بالسوفت تمبليت. هذه النقطه جدا مهمه، العفو دكتوره، هذه النقطة جدا مهمة. أنا من أحصل على تكرار بشكل منتظم للبوروس راح يخليني أن أقدر أستخدمها باستخدام آخر. وبترتي حضرتك أنه ممكن إحنا شو نسوي آخر شيء بجل واحدة من الطرق اللي نسوي إيفابوريشن، صح ولا لا؟ صحيح. إذن أوكي، أنا نفس الجل النهائي اللي حصلت ببوروسيتي اقدر اعتبره كماسك ما اعرف اذا 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 كان كلامي صحيح، اقدر انه ارسب عليه ماده اخرى اقدر استخدمه بوظيفه وبتطبيق اخر ممكن. يعني اي دكتور ممكن، يعني انا هنا راح يكون جوابي جدا خلينا نقول عن طريق يعني شخص ما مارس، لكن كنت أشوف الجروبات. تعرف دكتور إحنا كنا نعمل في مختبر متعدد الجروبات تمام، فكانوا يحضرون أيضا الهيدروجيل ويستخدموا مو بنفس طريقتنا بصراحة، لكن أنا سألت زميلة إلي قلت لها أنا جاي أشتغل هم بالسولجيل وجاي أحضر سيليكا ألومينا نانو تيوبس، فطلبت من عندي الجل قبل التجفيف، الجيل قبل التجفيف. نعم. يعني بعد مرحلة الإيفابوريشن قبل مرحلة الكالسينيشن حتى هي تطبق. نعم. على تطبيقات عجهم هم يستخدموها في مجال الميديسن، كان دروغ ديليفري أو كان. نعم. عندها يعني فر التطبيق في بالها. نعم. فجدا ممكن. نعم. وناقشنا بهذا الموضوع طالما أنه ما بيها توكسيك، يعني توكسيك ماتيريالز. هي هاي نقطة جدا مهمة. اي نعم. والسيليكا الومينا حضرتك دكتور سيد العارفين انه هي من امن المواد اللي ممكن انه نتعامل معها، يعني مو احنا في مجال